لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة أيوة، الله. فأنا أحذرك من هذه البدعة النجدية، وهي ماذا يا شيخ؟ هي التي قلتها قبل السلام عليكم. وهي نسيت والله. ما أسرع ما نسيت يا أستاذ. أحدكم إذا وابدع الآخر ما يقول السلام عليكم، وإنما يقول بأمان الله. أنت تقول هذه بدعة نجدية. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. وهذه ينبغي إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك الأصيل أن تشيع وتذيع هذه السنة لتقضي. كتبكم يعني إن شاء الله تكفي، وتلاميذكم في نجد يكفون إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا، لازم تكون أنت من هؤلاء الدعاة إلى السنة. الله المستعان، الله المستعان، نأمل أن نكون كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك، وأنا أستودعك الله بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأزيدك فائدة جديدة، أنا وهي شكر الله لك، أن تقول ومغفرته، أن تزيد ومغفرته. أن أزيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أيوة، لتعمل بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فنحن نريد لك الأحسن. شكر الله لك يا شيخ. لكن أيضا فائدة أخرى، أيوة، وهي أنك إذا ابتدأت رجلا بالسلام فلا تزيد على وبركاته. نعم، تقول أن إذا أردت أن ترد تضيف مغفرته وتحذف بركاته، أليس كذلك؟ لا لا، أنا الآن بارك الله فيك، أنا ألست قد ودعتك بالسلام؟ بلى بلى. فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المبتدي بالسلام ينتهي عند قوله وبركاته، أما المجيب فيزيد ومغفرته. واتضحت يا شيخ. بارك الله فيك. طيب يا شيخ، في أمان الله. إذن أكرر أيوة، أكرر التنبيه، إذا قلت بأمان الله فاستدرك وقل السلام عليكم. إن شاء الله إن شاء الله. فأنا أقول إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحسنت، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة. والسلام عليكم. لابد منها. غلب الطبع التطبع. نعم، اهلا وسهلا جميعا، الله يحفظكم.